الله أكبر رضي الله عنك يا فايز. على هذه الحكمة طبعاً المحترم ذكرني حتى المحترم يفرض على الناس احترامه. الله أكبر. ولا ينهضم حقك قبل ما تهضمه. والمحترم ملفت. المحترم قول يا فايز. هذا مثل البيت عويد النجود، يوم نقول أنت واضع لكن نكره مراحل الانحطاط. عندها ممكن نخلي الأكابر تحت يعني السيوف أو شيء زي كذا. الله. هو بالواضع من هو الكلام سامة. هذا الجميل قبل ما أروح لمحمد. المحترم أي محترم في العالم ملفت، والاحترام يحول المعادي إلى على الأقل شخص عادي. المحترم يحول المعادي إلى شخص عادي، لأن قاعدة الأيام والحياة أنك من أحسنت إليه كبلته، فإذا أردت أن تكون أفضل سجان فأحسن إلى الإنسان. أما الذين تسيء إليهم فقد أطلقت سراحهم، يعني توقع منهم الأذى. وكتبت في قاعدة حياة: صفر عداواتك، اجعلها صفرا. فجاءني رد مهذب يقول: الأنبياء وعودوا. لا، أنا أدري أنت لا تصنع الأعداء، أما الأعداء إن صنعوا من أنفسهم وأرادوا أن يكونوا لك أعداء فمرحبا، لكن أنا مو أي عدو أنا أنزل إلى ملعبه. أنا أفضل الاستسلام في المعارك الصغيرة. لا تطلق الرصاص على كل ذباب يمر بك، الرصاص أثمن من أن يطلق على أشياء لا من أن يطلق على أشياء لا تستحق. قول يا حبيبي. يقول: إذا أكرمت الكريمة إن أنت ملكته، وإذا أكرمت اللئيمة تمرد. بعض الناس تكرمه، بعض الناس حتى يعني تقدم له يا ولد الخدمة وتفرش له، لو يقول افرش لك افرش لي تبدك وتنتسم، هم يطلع عمر ما عاد يراك شيء. يقعد يحذف عليك الكلام الشين، يحذف عليك دبرة الشانة مضبوط، وانت اللي مقدم الاحترام في البداية وفي الخدمة. حلوة هذه الحكمة اللي يقول: إذا أكرمت الكريمة ملكته، وإذا أكرمت اللئيمة تمرد. أسلم، أنت قلت كبلته، أنا كل كلمة قلتها طلعت عليها أبيات ولا أبغاها تضيع. أنت بتقول كبلته. نعم. طلع على بالي قول الشاعر عكاش الذيابي، يقول: ما يجعل الأحرار مثل المماليك إلا معارف الرجال بعضها. وتقول: لا ترمي الرصاصة. يقول كذلك الشاعر: ومن لا يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطب بمنسم. لازم نكت حابي. وكلمة قالها أخويا ناصر طرت على بالي بيت، يقول: الرضينا تسيدنا على الأسياد، الله، وجعلنا ضربنا الروس والسادة. ما شاء الله، كلام عظيم وجميل. خليني أقرأك لا لا محمد أولى، لأنه هذا دورك الآن. أعطيني كلمة. لا 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 بالعكس، تفضل يا حمود. قول يا محمد، أنا أشوف لكم من الهاشتاج. أعطونا تحت التغريدة اللي أنا نزلتها لقناة تريد مذيعين، سواء تعطوني أسماء المذيعين أو تعطيني مشاركات للشباب. يلا الآن، الحد الآن 420 رد. يلا تفضل يا عيني. أنا من كلمة زي النصيحة. وش تقول؟ اصنع لك حلم وحققه بس. الله، كلام. ولا تسمح لأحد أن يشعرك بأن أحلامك قد انتهى وقتها. لا تسمح لأحد أن يغلق عليك الأبواب. الضوء في داخلك والنور في داخلك. وأسلم يا عيني. لا تسمح لأحد أو الواحد يسمح لنفسه حتى نفسه لوامة، ذكر الله سبحانه في القرآن الكتاب الكريم. عويد النجود طره أخوي فايز يوم يقول أبيات الله في بيت العويد النجود، يقول: تحرر قيد الإنسان من خوف الملام، لدرك أن العمر مرة والأيام تعدي. يا أخوي اسعل حلمك واسعل عمرك لأن رايح له. كلام. أدريني كل ما جيت معتدي. الله يرضى عنك يا رب. طيب سعود، إحنا نأخذ منك كلمة. الأظرف اللي أمامكم وجه رسالة، مو شرط للي هنا، اجعلها كأنها رسالة ستصل إلى أب، إلى أم، إلى أخ، إلى موظف، إلى ظالم، إلى محسن. أي برا برا، واكتب لي عليها فقط الاسم، أنا أقرأ كل واحد رسالته وكل واحد يقرأها رسالة. يعني كذا أبغى كأنها رسائل، كل واحد بعدين يرفع ويعطيني رسائلكم. أي نوع الرسالة، في الوفاة، إلى اثنين متخاصمين، إلى قلبين، إلى أي شيء. نسمع من سعود، وش ودك حكمة، شيء تريد أن يصل حتى تكونوا كلكم داومتوا؟ الحكمة هاي طبعا اللي ماشي فيها، وهي عدلي هذه الحكمة أنا ماشي فيها، وهي أو ماشي عليها، هي اللي مخلتني أريح بالي من شأن واجد حتى في البرنامج. كبر دماغك. أكبر دماغي، مو بكل شيء يستحق الرد. أسمع من هنا وأطلع من هنا، الشيء اللي مو بعاجبني أسمع من هنا وأطلع من هنا. لا لا، أنا اسمح لي، أنا جايك سعود، كل واحد يكتب الرسالة اللي يشاء. أنا أريد من القلب بعيدا. لا لا لا، أنا معك حتى بخطس. ترسلها لشخص، لنفسك، لقلبك، لوالدتك، لزوجتك، لبنتك، ويبقى الزوج زوجا
حتى يرزق ببنت فيصبح أبا. البنت في البيت حياة، ومن منا لا يحب الحياة. ها؟ يلا كل واحد يكتب رسالته. وكلامك جميل يا سعود، أن نكبر دماغك، لا تركز، يعني ليس كل شيء يستحق الرد. أعطوني مشاركات واضحة وأنيقة. طيب، أحب عائلتي جدا، أحب عائلتي. لذلك أنا هنا جاء في خاطري مخرجنا الكبير على الشباب يكتبوا الله والله فاهم رضي الله عنك. كانت في كلمة لأديب الفقهاء، أنتم مكتبوا وأنا أسولف على الجمهور وأقرأ التغريدات. كانت كلمة لأديب الفقهاء وفقيه الأدباء علي الطنطاوي رحمه الله، يقول: لا أذكر أني عاتبت أحدا، من أحسن أحسنت إليه، ومن أساء عذرته، وإن كررها رحلت عنه بكرامة. لكن لا تعاتب ولا تطالب. يعني يقول سئل الإمام أحمد: ما الطريق أو ما كيف السلامة من الناس يا إمام؟ يعني إمام أحمد الإمام المبجل إمام أهل السنة، كيف السلامة، كيف أسلم من الناس؟ تخيل سؤال عظيم. أولا حتى ترتاح، وأنا بعدها أشوف رسائلكم، حتى ترتاح وأنا أرتاح. أنه يقول له: تعطي الناس ولا تأخذ منهم، وتحسن إليهم وتقبل إساءتهم أو لا ترد إساءتهم، يعني وأن تكرمهم في مواطن الإكرام وأن لا تنتظر منهم. لكنها صعبة يا إمام. قال له: وليتك تسلم. يعني لا تعاتب ولا تطالب، أنت الآن تريد ترتاح، أما تريد تدخل في معارك هذا لك. وهذه مواضع كل واحد ما شاء الله صورتكم جميلة والله، وأنتم تكتبون، المخرج حاول يجيب لي كذا بعض لقطات وهم يكتبون، لأني أحبهم أن يظهروا في أبهى صورة وأجمل حلة، فالجمال يسع الجميع في هذا العالم. شكرا حبيبي سلطان، أنا أخذها بعدين كلها ما شاء الله. أوه، كلام كبير وخط رائع. ويقولون يعني: إذا أردت أن يكون خطك جميلا فعليك بجودة القرطاس اللي هو القلم، عليك بجودة القرطاس ولمعان الأنقاس وحبس الأنفاس وقوة الأخماس، يعني اليد، يعني للخط الجميل شروط: قوة الأخماس 5، قوة الأخماس وحبس الأنفاس يعني أن تكون هادئا، وجودة القرطاس ولمعان الأنقاس. خلينا نشوف بعض التغريدات. ليفاي، أنت ليفاي كيف يقرأ اسمك؟ أنا لحد الآن كلما قرأت اسمك قلت عطبته. رايع، أحبك. الله الله يسعدك. سعود يمشي هو نايم، رجل رايع. أليف لمحمد الوذعاني، وش أقول له؟ سعود صح دومه صح، يعني من المذيعين. سراج: إحدى أنواع النفع من الله سبحانه عز وجل في علاه هو أن يضع لك قبولا في قلبي كل من يراك. علاقة ناصر سي عبد الله موسي: أنا اسمي ناصر يا أستاذتي سراج. ناصر بن الطاهر، هذا أبي ناصر بن طاهر بن عيسى بن سعيد سي عبد الله، لقب العائلة كلها. وحبيبي محمد قوامه التقدير، الله يرضى عنه وعن الشباب جميعا، والله إني أحبهم وأحب أن يظهروا في أبهى حلة و يعني أحلى جمال. وكتب أخونا سالم كلاما: أنت سالم، وأسأل الله عز وجل أن تكون سالما اليوم وغدا وبعد غد. عبد الله سالم، أوه متسابقنا حبيبنا، سلموا عليه، تحية لك أيها الجميل. يقول: اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد، هذا خير ما ذكرت به، وسلم لي على الوالدة الكريمة وكل أهل بيتك. خليني أرجع للتغريدة التي أنا كتبتها حتى أشوف تحت، أنا كتبتها حتى ألقاها، وإلا الهاشتاج ضايع بين يعني كثير من التغريدات. غزلان: هذه مؤدبة متربية 60 مرة ما شاء الله تبارك الله، بعض الناس هكذا. وكذلك رزان المطيري، رزان المرة اللي راحت كتبت روز المطيري، أنت روز ولا رزان؟ ما جاء، ترى اللي ما هو موجود أنا لا أستطيع أن أقرأ له، يعني إيش سيستفيد؟ فهو لا يعلم الغيب. اكتبي شيء كويس أنا أقرأ.
اعطوني تحت التغريده اللي انا كتبتها اللي هي او حتى عبر سناب. عبر سناب هنا سجود من ليبيا، تحيه لاهل ليبيا. ليبيا هذه بلد المختار عمر المختار، وبلد الرجال، وبلد الاكل الطيب، وجارتها الجزائر والمغرب، يعني المغرب بلد فريد الانصاري والهلالي وعلماء ما شاء رضي الله. اكتب اسمي؟ الله ايش رايك؟ اسلم يا عيني. ما يحتاج اكتب اسمي؟ لا اكتب، لا اكتب، انا اريد ان ارى اسمك. طيب هنا عبر سناب، سناب هنا الجوان اسمك اجوان، اكتب لي اسمك بالعربي حتى اقدر اداوم والله. نتمنى ان تكون يعني سبب لرجوع مناحي. والله يا بنتي ان شاء الله انا ما استعجلت ولا غردت، فالامور طيبه ان شاء الله، وبين الله الله يعلي شانك ويرفع قدرك. الله يسعدك، استمر على ما انت عليه من البهاء والنور. نحتاج تحيه لابو عبد الاله الاستاذ ناصر الغامدي. كانت برامج الواقع في فتره من الزمن تريد ان تندثر، جاء أبو عبد الإله ناصر الغامدي أحياها من جديد. رجل ليس ككل الرجال، أحبك. من 10 سنوات أعرف هذا الرجل، لم يتغير معدنه ولا أخلاقه ولا لطفه ولا أدبه، فتحية لهذا الرجل ابن خالتي صالح بن سعيد، تحية له يا شباب. نور وش تقول يا نور حتى أقدر أداوم؟ أنت من العراق، جمهوركم من العراق. لجميع المتسابقين مرحبا بكم. العراق بلد الرافدين وبلد هارون الرشيد وعاصمة الدولة العباسية. وين كانت الأموية يا محمد؟ أحسنت، في دمشق. وأما العباسية في البرايم يا شباب، ممكن هذا السؤال يجيك يا سلطان. الدولة العباسية كانت في العراق، والدولة الأموية كانت في دمشق، عاصمتها أقصد. طيب تقول التزموا في صلاتكم، تواجدوا عبر البث. طبعا البرنامج بقي عليه ايام قليله، فخلي الديكار الاربعي والمنزل المرتبع والظاعن المودع وعدي عنه ودعي، واندب زمانا سلف سوت فيه الصحف ولم تزل معتكفا على القبيح الشنع. الى متى تسهو وتني ومعظم العمر فاني فيما يضير المقتني، ولست بالمرتبع صرمت حبالك بعد وصلك زينب، والدهر فيه تصرم وتقلب، ذهب الشباب فما له من عوده واتى المشيب، فاين منه المهرب، ضيف ألم إليك لم ترى له إلا أسفا ودمعا يسكب. أحبك، أنت رجل مهذب ما شاء الله تبارك الله يسعدك. الموسوعة الله يسعدك. حتى أنت لا يجب، وكل إعلام يجب أن يكون موسوعة متحركة. والله جد، خذ من كل بستان زهرة وأنت زهرة. الله يسعدك. إحنا في الجزائر غدوة يعني أمس، غدوة يعني بكرة، غدوة بالقاف مثال. الله يرضى عنك. شنار يكتب في معروض، ما شاء الله تبارك الله، طلب سكن. الله يسعدك. صلى الله عز وجل أن يرزقكم بالبيوت الواسعة والزوجة الصالحة والأبناء البررة والقناة التي تحتويكم وتحفكم. المجد، فأموركم طيبة. وفي 3 منكم 4 بعد البرنامج سيذهبون إلى قناة أخرى، سيتم التواصل عبر أرقام الحسابات التي تظهرها. أعطيني اتصالات الجمهور، خلينا نسمع من الجمهور اليوم. إذا عندك اتصالات نسمع مشاعرهم. أنا سعيد بهذه الجلسة المحفوفة معكم اليوم. الله أكيد. أسماء من أرض مصر، أرض الجمال والحب. هذه الله يرضى عنك، وتقول وكأن الشمس تأبى الغروب إذ تجاوركم. الله. وهذه كانت كلمات، خليني الدكتور محمد المقرن الشاعر، كان في نشيد يطلع عنده يوم عرفة على قناة المجد، كان يقول كلام فيه معنى. أنا أريد واحد يقدر يكتب ويطوعه. يقول كأن الشمس، يعني لما رأت من المغفرة التي تنزل على الحجاج في ذلك اليوم ودت أنها لم تغرب. طيب أشوف أذان المغرب. أنا أثق فيك يا عبد الله العربي، هذا كان معي في زيد رصيدك 2، واحد من أكبر الكفاءات. شباب الرسائل ستقرأ بعد الأذان. من الذي سيؤذن؟ أنت تأذن وأنا لن أقرأ أي رسالة، لكن أنا أحبكم. شنار المعروض وصل واعتبر أنه يعتمد. لا 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 والله أنا أبغاك تيجي بعد تأذن. اعتمدت يعتمد يعتمد. ها شوف تعال مخرجنا. لا كتبت يعتمد فقط. لا تعال عندي يعتمد.
لا انت روح للاذان. لا راح اقراها. اقل من دقيقه نحن هنا، كل واحد يتوجه الى القبله في الانجر، يرفع يديه بالدعاء بما يريد. الان هذه فرصه للدعاء، انا لن اتكلم حتى يرفع الاذان ثم نعود. تفضل، خلكم كلكم هنا، لا تبعد، حتى اقرا رسالتك. ما عليك، اسف. يلا تفرغوا للدعاء. القبله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. نعم، الأذان ثم نعود بإذن الله. أذن؟